ماشي عقاس حقاسها بزاف، يعني بنت قد بنتك قد بنتك، يعني ما كتقول لك عمي طلقني في هذيك اللحظه، كيفاش انت كتكون وولدك كيشوف فيك ولادك كيبكوا وكيشوفوا فيك ودايرين بيك في هذيك الحاله، كيفاش انت كتكون؟ ترى هذا ماشي انسان، مستحيل واش يكون انسان. هذا جارنا، يعني وليداتك حنا مطالبين بحال وليداتنا، وانت غتبغي اللي قيسك وليدك بحكيك ما تبغيهاش. يعني هذا الشيء ماشي غير ألمنا، ألمنا بزاف، ما عمرنا هذا الشيء شناه، ما عمرنا هذا الشيء شناه حتى شنا هذا السيد. يعني جارك توقع منه يدير لك هذا الشيء؟ راه مستحيل مستحيل هذا الشيء توقعيه منه. هذا حيوان، هذا عندنا البنيات، وهاد البنيات بحال بنياتنا، تا هما ضرينا فيهم بزاف. جارتي بحال اختي، فقات فيا بزاف، بقاو فيا بزاف يا اختي. انا ما عرفتش علاش الجار دار على هاد الجريمه. حيوان حيوان، الناس ما كيصلحوش ما كيصلحوش، بغيناهم يتحولوا من هنا. حنا عندنا ولادنا، عندنا بنياتنا، دعيناه الله وهاد العواشر، دعيناه الله دعينا الله الدرية فحل بنتنا. شنا كل شيء، شنا كل شيء هذيك الليلة، هذيك الليلة ما تشوفش ليلة خايبة، ليلة ما تبغيهاش لعدوك أختي. ما نشوف والبنيات بنيات، هي أنا هي أنا ديما عندي، ديما كتخليهم عندي، هذيك الليلة من الكتاب مكتوب. حنا عندنا البنيات، وهذوك البنيات بحال بحال بنياتي، بحال بنياتي، البنية الصباح وقعت هذيك الجريمة، البنية الصباح قعدت تمشي للمدرسة، قالت لي بابا نوضو تخرج معايا. ما مولفاش كيوقع لي هادشي، قالت لي بابا نوضو تخرج معايا. مولفاش كيوقع هادشي، عندنا سنين وانا ساكن هنا، ما عمر هادشي وقع في هاد البلاد، في هاد النواحي هادي. يلاه سكن بقى، يلاه باقي ما كملش عام باش سكن، يلاه شرا باقي ما كملش عام. البنية في الصباح فاش قالت لي بنيتي نوض قعدي سير للمدرسة، نوضي سيري، قالت لي بابا ما نقدرش نمشي، نوضو تخرج معايا. تخرج معي، وخرجت معها توصلت على البنيات، هذوك البنيات بنات حميد وبنات بنات بنات الدوار كاملين. هذيك البنيه لقاها في الطريق، انا نسلك لقيتها، نسلك الشاط، وما يوقعش ما يديرش لي هذاك الحيوان بحال هذيك الحاله اللي دار لي. هذاك ماشي انسان، هذاك هذاك حيوان، على حيوان تكرفص هذيك البنيه، هذيك البنيه ماشي كون هذا كان زوفري، واحد زوفري ما يديرش هذيك الحاله اللي دار ذاك الحيوان. هذوك الوليدات ما كيحيدوش من هذا السيد هذو، وكانت شاده مره عندي انا من الاولين، هما الاولين دوك البنات، دوك الوليدات كانوا ياكلوا ويشربوا ويخدموا، وكتعطيهم كتخلص هذوك الناس باش يشدوا وليداتها. وكانوا كابرين عدد السيد هذا سنين، هما كابرين عدد السيد عبد الحميد، وحميد بحال خونا، بنياتهم ما كيحيدوش من عادي من الدار. قلت لك كتشوفي ذئب كيدور وسطك، بشار انا نكذب عليك، انا كنت غلط فيه بزاف، كيقول لك سلام ما كيهضرش، كيمشي الجامع. جيتو فواحد الوقيته دابا ما كاينينش جيران خدامين، كانت هنا كان ملي جاو الدرك الملك كيبغى يعتقلو اكثر من واحد 3000 ديال البشر. السيد راه تعدى على السيد هاد الناس بزاف غالطين فيه، لحد الان كيقول لك لا ما يديرش هادشي، لا هادشي غير مفتعل، اللي ما عارفش كيقول لك هادشي مفتعل، ولكن اللي طالع مطالع راه صعيب. درنا وقفه ضروري، وقفه راه حمينا من القتل حنا بعدا، راه شحال من واحد كيقول لك لا ده خاصو يموت خاصو يترجم، حنا بقينا معاه حتى جاو الدرك الملكي واستاو داو الدرك الملكي من هنا. من المسابقة نشكر الدرك الملكي حتى هو وقف معنا، وهاد السيد راه ما خصوش خصو قصاص عادي.